اعتراف عن مضض لا يخلو من الحرج. قائد عمليات البصرة أكرم صدام يقر بأن إيران هي المصدر الرئيس لتوريد المخدرات إلى العراق، إقرار جاء بعد سلسلة من التصريحات الرسمية المموهة بهذا الصدد، أو تلك التي تراجع عنها أصحابها لأسباب معروفة في ظل سطوة الأحزاب والميليشيات على القرار في الدولة، كما جرى مع قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح الذي قال في عام 2018 إن 80% من المخدرات الداخلة للمدينة قادمة من إيران، قبل أن يعود وينفي أقواله، فيما كان رد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاتهامات الموجهة ضد إيران بأن الأرجنتين هي من تدفع بالمخدرات إلى العراق آنذاك. ممرات مائية تقدر مساحتها بمئة كيلومتر مربع على شط العرب مع إيران تستخدم لتجارة المخدرات، وهو ما حول البصرة خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى ممر رئيس لنقل المخدرات إلى باقي المحافظات، كما ارتفع فيها عدد المدمنين إلى أكثر من 3000 فرد، فيما يقبع أكثر من 1000 تاجر بالمعتقلات. أمين وهب عضو مجلس محافظة البصرة يؤكد أن 50 ممرا مائيا يربط بين أبي الخصيب وجنوب المدينة وشط العرب باتجاه إيران جميعها غير مراقبة، ولا تنتشر فيها قوات أمنية تستخدم في تجارة المخدرات تحت غطاء صيد الأسماك، لافتا إلى أن الفساد والأموال الطائلة التي تدرها هذه التجارة تتيح للقائمين عليها شراء ذمم عدد كبير من العناصر في الأجهزة الأمنية. مصدر أمني في البصرة أكد وجود 100 متهم يعتبرون رؤوس تجارة المخدرات، ما زالت أوامر اعتقالهم متوقفة بسبب عجز الحكومة وعرقلة أحزاب سياسية تنفيذ أوامر القبض القضائية. أما النائب السابق عن البصرة منصور التميمي فقد أكد أن شط العرب مفتوح على إيران، وآلاف الزوارق البدائية التي تحمل مخدرات تدخل إلى المدينة بدون محاسبة بذريعة الصيد، ولا تحتاج هذه الزوارق الصغيرة أرصفة كالتي تحتاجها السفن، فيما تتم أغلب عمليات تبادل المخدرات في وسط شط العرب وأمام أنظار زوارق البحرية الإيرانية. ووسط تخاذل وتواطؤ حكومي تبقى المخدرات أحد أهم مصادر تمويل الأحزاب وميليشياتها بعناوينها وشعاراتها الدينية وفق بند الغاية تبرر الوسيلة بحسب مفاهيمهم.